زمان واحنا في مرسى مطروح، وانا من مرسى مطروح، كنا عندنا التلفزيون هو النافذه على العالم، نجمع اطفال والعيله وغيره نقعد نتفرج. فكان عندنا ارتباط بمعالم معينه انسانيه موجوده على الشاشه. كان من ضمن الحاجات دي مسلسل بنتجمع ونقعد نتفرج عليه ونعتبر ان الحياه في مصر ماشيه بالنمط ده، ونبدا نطبق ده في ممارسات يوميه، في سلوكيات، ونبدا نقارن ونبدا نقول طب ليه ما بيعملش زي اللي بيحصل في عائلة ونيس؟ واحنا بنتفرج فينتهي الجزء فنبدأ نستنى اللي جاي هيكون ايه؟ الأعمال المختلفة، وبعدين نلاقي ريحة عائلة ونيس موجودة في أفلام بتتعرض، وبعدين نلاقي طعم محمد صبحي الأستاذ في أعمال تانية، فنبدأ نجمع فنلاقي الصورة، المشهد واحد، الانطباع الإنساني واحد، الصورة الذهنية واحدة، الرجل الذي صنع لنا ورسخ لنا قيما إنسانية نحافظ عليها في وجدانها وتفضل موجودة طول الوقت ولا تغيب، ونربطها بالمشاهد اللي عدت علينا. ده طول الوقت كان الإطار العام بالنسبة لطفولتي وطفولة ناس كتير وأجيال كتير. كبرنا وكبرت معانا أحلامنا وطموحاتنا، وفضلت الوقفة اللي جوانا مرتبطة بعائلة ونيس، مرتبطة بوطنية العميل رقم 13 البسيط اللي عايز يحمي البلد، مرتبطة بأشياء وتفاصيل كتيرة، مرتبطة بطريقته في الغنى على المسرح، مرتبطة بطريقته وبساطته المصرية وتلقائيته ومحبته للناس. طول الوقت انت شايف محمد صبحي بيحب، شايف طاقة عطاء، شايف طاقة مودة، شايف قدرته على كظم الغيظ وعلى انه يعفو على الناس وعلى انه يتعامل ببساطة، شايف صدمته في ولاده وتصرفاتهم في عائلة ونيس، لكن بيقدر يمسك نفسه ويستخدم ضبط النفس ويبدأ يتصرف. كبرنا على ده، وبعدين جينا في عالم جديد بدأنا نشوف فيه انواع مختلفة وانماط مختلفة من الفنون السينمائية والدراما التلفزيونية وغيره، وبدأنا نشوف فيها حاجات مختلفة عن اللي تشكلنا بيها، اللي ربانا عليها الأستاذ محمد صبحي. منورني النهاردة. شكرا. سواء انت قلتي كل حاجة امشي بقى خلاص. لا 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 خلاص قلتي كل حاجة. بحكي ذكرياتي مع حضرتك طبعا. اشكرك على المقدمة دي، اشكرك.